وبما اننا بنتكلم عن الاهلي العالمي، خلال الساعات او خلال الساعات اللي جايه دي الاهلي في حفله جوائز جلوب سكر العالميه. بدا خلاص العد التنازلي لحفله جلوب سكر العالميه، وبمشاركه منتظره للنادي الاهلي اللي كان على منصه تتويج جائزه جلوب سكر لنادي القرن في وقت سابق تقريبا من سنتين يعني بالتحديد. احنا المره دي على موعد مع جوائز اكتر النادي الاهلي، يعني المره دي مشاركتنا اكتر والجوائز اللي هنشارك فيها اكتر عالميا، وده مش جديد على النادي الاهلي برضو، نادي القرن الافريقي. الحفل هيقام في دبي، وكان الاهلي بينافس على جوائز عديده سواء النادي نفسه او اللاعبين او المدير الفني كمان مارسيل كولر، في حد ذاته شهاده نجاح لمنظومه كره القدم بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره كابتن محمود الخطيب. يعني نشوف تقرير عن الاهلي وجلوب سكر ونرجع نكمل كلامنا. كما عودنا المارد الأحمر بالظهور دوما على منصات التتويج والوقوف مع كبار أندية العالم، يترقب عشاق القلعة الحمراء وقوف إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب على منصة التتويج مجددا في حفل دبي جلوب سوكر للمرة الثانية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بالمتميزين في كرة القدم بحضور أبرز نجوم كرة القدم حول العالم الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للمنافسة على جوائز الأفضل في الرياضة الشعبية الأولى سواء اللاعبين والمدربين والأندية. وستحصد القلعة الحمراء عدة جوائز بعد النجاح في حصد عدد من البطولات خلال العام المنقضي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لتتويجه بالدوري المصري وكأس السوبر، بجانب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية وعدة ألقاب للألعاب الأخرى الفردية والجماعية بلغت 22 لقبا. وسيكون وفد القلعة الحمراء في الإمارات من أجل تسلم جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2023 بعد تفوقه على قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر وشباب الأهلي الإماراتي. وسبق للأهلي أن توج بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم لعام 2020. كعادة النادي الأهلي عالمي، يعني دي النادي الأهلي قدر أنه يكون عالمي في كل المحافل الدولية طبعاً.